فضيلة الشيخ وفقكم الله، السبحة والقلم والأزارير من الذهب أو من الفضة هل هي جائزة؟ الأزارير للمرأة من الذهب والفضة لا بأس، أما للرجل لا، يعني يستعمل أزارير الذهب والفضة. وأما القلم والمسبحة من الذهب والفضة فلا تحل لا للرجال ولا للنساء، حرام، نعم، لا للرجال ولا للنساء، مثل الأواني، نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.